اهلي الغزالات ديالي، كي راكم مزيانين؟ اموركم بخير؟ كنتمناكم تكونوا في احسن الاحوال. اليوم فيديو جديد ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد الخريجه والمشتريات. اول حاجه جينا المحل ديال نايك، كيف ما شفتوا السبر ديالها عجبتني بزاف، وعاملين لوفيرتا 30% يعني 40 اورو فاصله 59. أسمينا جد مناسبة للبنات اللي بغات تمشي. ودخلنا المحل ديال تومي، البنات خديت هاد جاكيطة. وهنا في هاد المحل صافي سالينا، غادي نخرجوا نمشيو ونكملوا الدويرة ديالنا ونكمل معكم تتمة ديال الفيديو. وهنايا كيف ما كتشوفوا الدنيا عامره البنات، حيت دايره 40% ديال لي سولد البنات. الدنيا عامره صراحه. جينا هنايا الابن ديالي بغى ياكل، خدينا كافي هكايا صافي وجلسنا شويش بدلنا الجو. وهنايا غادي نمشيو للدريمه البنات. وهنايا الغزالات ديالي، جيت للدار غادي نشارك معكم المشتريات اللي شريت، نعملهم في نفس الفيديو هكا، لان بعض المرات ما كيكونش عندنا الوقت باش نعملو فيديو اخر. البنات اول المشتريات اللي غادي نوريكم هما ديال نايك. نايك كيف ما كنقول لكم دائما تما في هذيك البلاصه في ساتيما، دائما عندهم لوفيرتا البنات اللي سول 30% 40% دائما. خديت هاد السبرديله البنات، راه ورديتها لكم في الصوره، في البيض والكحل. ستيل ديالها عجبني، جاي سامبل وفي نفس الوقت مريحه وزوينه. الثمن ديالها 40 اورو فاصله 59 يعني 40% 30% 30% عفوا. ستيل ديالها جاي على هاد الشكل هكا، التلبسه ديالها كتجي زوينه صراحه. انا خديت 37.5 لانني جاتني 38 شويش كبيرة، فحاولت ناخد طاية 37.5. عندهم القياس اللي بغيتو. صافي وهذه اللي خديت، وخديت معها سبرديلة اخرى في كيف ما كتشوفوا الثمن ديالها كان 89 اورو، رجع 57، من تما رجع 40 اورو. وهاد السبرديلة الثانية اللي هنا خديت، السيل ديالها جاي عالي على حسب دابا الشتا، كاين البرد كاين هذا، كنبغيو نلبسو شي حاجات اللي هما عاليين، فخديت هاد ستيل. هاد الموديل عجبني صراحه، الثمن ديالها كان 129، رجعت 89.99، ودابا خديتها ب 45 اورو البنات. يعني تما كنقول لكم دائما راه كاين لي سولد بزاف البنات فهاديك البلاصه بالاخص، لان تقدروا تمشيو لي جروب شي بلايص اخرين ديال الاماكن ديال نايك ما تلقاوش لي سولد بحال لي تماك. صافي السيل ديالها عجبني، كتجي مريحه وحتى في اللبسه ديالها كتجي زوينه، كتجي سبور زوينه كيف ما كتشوفوا. انا لبستها غادي نوريها لكم، الشكل ديالها كيجي على هذا الشكل هكا. وكتجي يعني كتجي في اللبسه ديالها دايره مريحه. صافي البنات هادشي اللي شريت من نايك، شريت هادو لقيت فيهم لوفيرتا خديتهم في عوض. كل مره غادي نمشي نقلب هكا، فقلت كاينه لوفيرتا ناخذ جوج حاجات وماشي مشكل، لان كيكونوا الثمن ناقص بزاف. هادشي اللي كاينه البنات، وندوز معكم مشتريات اخرين. وهنايا الغزالات ديالي، هاد المشتريات اللي شريت من تومي البنات. مره كنمشي كناخد من عندهم تيشورتات هكايا، شي حويجات سبرديلات الا لقيت لوفيرتا كناخد هكايا. بعد مرات كيديروا لي سول تماك بزاف، فعجبني هاد المنطوع عجبني بزاف صراحه، جا سخيف حتى في اللبسه ديالو جا زويون، وقلت ناخذو لان ماشي دائما تناخذو لي منطوات، واحد المره هكايا على حسب كل واحد وفقتاش كياخذ لي منطو ديالو. فانا عندي البيض، عندي كولوريس، فهاد الكولوريس ما عنديش. خديت هذا العنيق ديالو كيجي طالع البنات وسخيخان، كيجي على هاد الشكل. جويبات ديالو كيجيو كاشمير. وصافي فالثمن ديالو كان عامل 300، ودابا خديته ب 200 البنات، 200 لانهم دايرين فيه لوفيرتا واحد سولد، ولكن كتاخذي جوج حاجات حيت كينقصوا لك شي حاجه منه هكايا، دائما كيعملوا هذه القضيه هكا. فانا خديت هاد التريكو، خديته جاي ستيل ديالو سبور، حتى هو عاملين فيه 50% البنات، عاملينه غير في التريكو 50%، 50%. ف
فخديته ب 47 أورو، كان الثمن ديالو 120، من بعد رجعت 89 فأنا خديته ب 47 أورو. السيت ديالو كيجي سبور، كيجي زويون في البيسا. صافي هاد المشتريات هما اللي خديتهم من تماك، وندوز معاكم المشتريات اللي مشيت لبريم شنو خديت. وهنا هي الغزالات، مشتريات ديال دريم البنات ديال هاد المحل نيويورك. عندهم حويجات زوينين حتى هما، وعندهم لي سولد دائما، بالاخص انت كل وقيته ديال الشتا كيبقاو يعملوا لي سولد. الحويجات اللي ديال الصيف وداكشي تيديروا فيهم تخفيضات. هاد السلوبيطه البنات خديته التوب ديال واعر، كيعمل 24.99 أورو، خديته انا ب 6.99 أورو. التوب ديال واعر كيحمق، جاي السلوبيط من الفوق لاصق ومن تحت كيجي مفضفض. وخديت هاد اللعيبات البنات، هادو كانوا 9 أورو الحاجه البياسه، خديتهم اورو اورو، زويونين حتى هما التويب ديالهم غزال صراحه. الصراحه كاين بزاف الحاجات اللي هما فيهم لوفيرطه، ولكن ما ميمكنش غتشري كلشي، غتشري غير الحاجات اللي عجبتك هكا وصافي. المهم بغيت نقول لكم كنشارك معكم هكا بعض التخفيضات وداكشي، بحكم انا بزاف البنات ما كيبغيو يشريو ما كيلقاوش لي سولد بزاف، هكا نشارك معاكم. وهاد الطاقيه البنات خديتها 4 أورو فاصله 99، يعني 5 أورو تقريبا. حتى التيشورت البنات 2 أورو فاصله شي حاجه، كان الثمن ديالو حتى هو زايد. التيشورتات كاملين البنات مزلن فيهم 2 أورو شي حاجه، وكل حاجه والاثمنه ديالها. صافي هاد المشتريات هما اللي شريت من هاد المحل البنات ديال نيويورك. كاين بزاف تماك المحلات عاملين لي سولد. المهم انا المشتريات اللي شريت هما هادو، كنتمنى هاد لا فيديو يعجبكم، وانا كنقول لكم خليتكم على خير. ولو بغيتو شي حاجه وبغيتو تسولوا عليها ولا شي حاجه، خليولي لي ميساج وديك الساعه نجاوبكم. هنا كنقول لكم باي باي.